بذكر الحر وانه مسبب لمشاكل كتير، محدش ما فينا محتاج تفسير ولا توضيح اللي حاصل فينا دلوقتي، بس احنا محتاجين قبل ما نتكلم عن موجة حارة تصيب البلاد وقبل ما ندخل في خناقة الصيف والشتاء، نعرف معلومة مهمة جدا، ان العالم كله في درجة ونص ارتفعوا في درجات الحرارة، وانه كل الكلام اللي حضرتك بتسمعه كل يوم عن المؤتمرات العالمية ورؤساء الدول اللي بيتقابلوا وكوب 27 وكل المجهودات الفظيعة اللي بتبذل دي عشان الدرجة ونص دي لازم تنزل. في تحدي حقيقي في العالم كله ان الدرجة ونص دول ممكن يغيروا شكل طبيعة الحياة على الأرض، فمجهودات متكاتفة جدا في ده. ذروة درجات الحرارة وارتفاع درجات الحرارة اللي احنا بقى حاسينه، مش العالم كله بقى حاسه، في مصر احنا مش متعودين على كده، لكن اننا نقرأ انه درجات الحرارة ممكن توصل ل 42 و43 بكرة، دي حاجة تخوف، لانه وده في الظل عندنا تحدي حقيقي في الشجر وكمية الشجر اللي فقدناه في الفترة اللي فاتت. إذا احنا بنواجه درجات حرارة قاسية جدا في الشارع، نعمل ايه؟ ننزل ولا ما ننزلش؟ دكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية ممكن يقول لنا بسرعة كده لأي يعني لحد قد ايه هتفضل موجات ارتفاع درجات الحرارة ونعمل ايه يا دكتور؟ مساءك خير دكتور محمود. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. طبعا زي ما حضرتك ما ذكرتي، الهيئه العامه للارصاد الجويه نوهنا ان في موجه شديده الحراره بتتعرض لها خلال هذه الايام البلاد، مر 48 ساعه من هذه الموجه، يبقى ذروتها غدا السبت باذن الله، واللي بتتسبب فيها وجود منخفض جوي موجود في الصحراء الغربيه بيجلب لنا رياح جنوبيه غربيه بترتفع معها درجه الحراره بشكل كبير، تصل بالفعل درجه الحراره العظمى في الظل على القاهره بكره الى 43 درجه مئويه، وبتتجاوز ال 44 و45 درجة على جنوب مصر، وعلى سواحلنا الشمالية من 35 إلى 37 درجة مئوية. طبعا هذه الموجة شديدة الحرارة من المتوقع بإذن الله كما نوهت هيئة الأرصاد الجوية أن تبدأ تتلاشى هذه الموجة وتبدأ تتغير الكتلة الهوائية من مساء غدا، وتبدأ إن شاء الله تكون هناك انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة بداية من يوم الأحد إن شاء الله. يا رب. يعني احنا بنتكلم عن بكره بقى هو ذروه درجات الحراره، واللي ما عندوش حاجه مهمه جدا ما ينزلش، مش كده؟ احنا طبعا مش عايزين نقول كده، احنا بنقول بنمارس انشطتنا اليوميه عادي. ده موجه من موجات فصل الربيع اللي كنا بنشوفها السنوات اللي فاتت، كنا بنشوف درجات الحراره ملحوظه مرتفعه بشكل ملحوظ في فصل الربيع، لكن الحمد لله ربيع هذا العام ما كانش فيه موجات شديده الحراره زي الموجه دي. خلاص الحمد لله بدأ الفصل الربيع ينتهي، وإن شاء الله فصل الصيف يبدأ معنا 21/6 بكرة إن شاء الله. اللي بينزل في الأنشطة اليومية العادية ياخد باله بس وهو نازل يكون معاه غطاء واقي للرأس يحميه من أشعة الشمس، يحاول ما يتعرضش لأشعة الشمس فترات طويلة، ياخد معاه إزازة مية أو يبقى دايما حاطط في دماغه إن هو يشرب مية كل شوية عشان يحمي جلده طبعا ويحمي جسمه من الجفاف، انما تعامل عادي وممارسه حياه يوميه عاديه بس بمجرد احتياطات امن ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات بهيئه الارصاد الجويه. ولو انه درجات الحراره مش بس بتعلمنا شويه عادات صحيه زي اننا نتعود نلبس كاب مثلا او نتعود نشرب ميه وناخد ميه في ايدينا والتفاصيل اليوميه اللي هي دي من الاساسيات يعني في الاماكن الحر، لكن كمان بتعلمنا يمكن نحاول نطول بالنا، الناس كلها خلقها هدايا او الناس كلها مش مستحمله، فنبقى بالراحه بس شويه على بعض، ودي حاجه يمكن بنتعلمها كتير قوي في الايام الحر.